ربع مسيته بالخير. تكلمت قبل كم يوم وقلت لكم انا قررت ويجب ان يقررون ملاك البل مثلي بالضبط، مع اني انا قادر اشتري مكعبات والف ولا عندي مشكله، لكن عشان يتادب صاحب المكعبات والتجار الجشعين ابحولها شعير وبشتري مجرشه وبنزلها عندي وبجرش الشعير كانه مكعب، ما تاكل الدم منه، تاكل تستفيد منه. والشعير هو المركب الصح لا اعلاف البل والمواشي بشكل عام. صح انك اذا جرشته يعور البل، لكن مر شو نخفف الكميه وبعدين كل شوي يزود حتى البل تعود عليه. هذا الكلام انا ما قلته، انا قلته والان قاعد اطبقه، والان ابو ذويب عيد ابن عقاب الشمري يدق على احد اصحابه صناع 6500 صناع ب 6500 ولذلك شباب الان قاعدين ننسق مع احد المصانع اللي تقوم بصناعه وتركيب ايش يسمونها المجارش اللي ماكينه المجرشه، ولا تخافوا منها الشعير، حطوا كميه اقل حاولوا تدريجي لين البل تتعود عليه. 6500 وذويب الان وذويب كلمتهم قلت 6500 وذاك شباب حتى صناعة محلية وجيدة ويقول لها ضمان. كم قال ضمان هذاك اليوم؟ يقول ضمان سنتين والقطع متوفرة إذا ما عندكم عذر. والدينمو حقه 15 حصان ها؟ وتاخذ 15 كيس بس ترى ماني منزل لكم أي معلومات عنها إلا إذا وافق هو على الإعلان وعطانا قرنقش نزل الإعلان، لكن أنصحكم تتوجهون لأخذ مكاين المجرشة وجرشوه وعلفوه علف خفيف بشكل. يا الربع مسيته بالخير، أنا عند اليوم في ضيافة أخوي عيد بن عقاب ذويب الشمري وصحيبي ترى وجاري وخوي، وأنا وياه إنه فترة أخويا، وقبل فترة قال لي بناخذ مجروش. يخوي عيوني راح يحمر ولا أنا ولا الفلتر اللون هذا من السطر في راسي. طيب المهم الرجال الرجال باخذ معلقه وبسله عن المجروش فايته لانه هو استخدم المجروش صراحه. ابو ذويب مسيت بالخير. يا مرحبتين يا ابو ذويب. طبعا المتابعين انا تكلمت قبل كذا وقلت بنحول من المكعب الى المجروش، انت استخدمت السنه المجروش صح؟ المجروش علفته العام وعلفته السنه هذه. ها طيب المجروش صحيح والله طيب واستفادت تلبل منه؟ طيب استفادت تلبل منه، وبعدين ما ابو شحم، البطن ما في شحم. يا سلام شحم بس سنه بس. طيب انت اول ما حطيته عور البل ما علفته يعني بعلفه اللي كنت اول علف المكعب حق الصوامع. وطلع هو افضل من المكعب حق الصوامع. علفت التدريج اول ما بدا. ما تعلف ثلاثة اكياس مكعب تعلف كيسين مجروش. وبعدين عندك الموضوع الثاني يعني طيب بعد ما علفت كيسين استمريت على الكيسين ولا بعدين رفعتها؟ لا رفعتها كويس. بعد كم؟ رفعتها ثلاثة خلطوا بالمعالف. يا سلام. والمجروش ما كان المكعب ما كانت تخليه؟ لا تاكل على طول. يا سلام. طيب ها وعندك كل خمسة كياس تجرشهم يطلع لك كيس سادس. يا سلام. يعني يطلع بالكيس كيس وربع، يعني في المية كيس يطلع لك 120 كيس. لا بالأربع كياس يطلع كيس زود كيس مجروش، يعني في 12 كيس كم تصير 15 بال 20 4 كياس. يا سلام. يعني 120 كيس 24 كيس يطلع. كمل ابو ذويب. تقول مليان الكيس، انت تشيل 20 كيس الحين توديها من المجرشة يطلع معك 24 كيس. حلو. والكيس مليان فل. يا سلام. بس انه لازم تبله، لازم كله عشان ما يسرق بولده. بس ايه بس بلل بس تبله بل ويطلع رقم واحد ورقم واحد الحمد لله. وطيب يلبل عليه طيب. اعاني علمتك جيب لنا المجرشه ونسق مع صاحبك. اعطيتك رقمه ارسلت رقمه بالله. الله الله. كلم هو صاحبك وتكلف 6500 ريال والله بلاش، ونجيبه عندنا هنا في محنة على مكينتنا اللي عندنا مكينة الغرفة ونجرش الحلال. ولا تاكل كهرب ولا شيء، خفيفة 15 حصان. يا ربع أنا قررت يعني أني
نحول الشعير وانتم بشعل. ايش رايك في كلام ابو ذويب في المجروش؟ ما يحتاج كلام ابو ذويب، ما راح مطرش. ايش رايك زين المجروش انا صاحبه؟ اي والله زين، ما مثل الشعير للبعير مره؟ هو علاج البعير. اما المكعبات هذه مالها؟ المكعبات هذه ما دام رفعوها ادوار غاليه وشنو يقولون الله يجيب. تركه. لما نخليه. خلي لما نخليه. لو ندبل العلف حق الشعير ما علينا منه. لا بالعكس ما ندبل. اهم شيء اهم شيء ان نرتاح من المكعب ذا ونجي برع على ان نوخه. والشعير يشحمه ما ينزل ولا يطيح بسرعه. ايه؟ ما يجي البطيط ما يجي بطل. ايه كل سنه. اما المكعب تنفخن على غيره. والله. اتكلنا على الله. يلا يا رب اقدموا معي اقدموا. ها؟